امرأة حامل في الشهر الثامن، فهل لها صيام شهر رمضان ام لا؟ اه طبعا. مين اللي قال ان من الحامل لمجرد انها حملت يبقى لازم تفطر؟ لا لا، هي لا يحل لها الافطار الا اذا تعثر عليها الصوم، فلما يتعثر عليها انها تصوم وهيسبب لها مضاعفات، هيسبب لها ضعف واغماء، هيسبب لها كذا كذا كذا، فهي كالمريض، فبنديها رخصة تدفع عدة من ايام اخرى. لكن يعني حامل وبسم الله ما شاء الله تقوى على ان تصوم، يبقى خير وبركة، ومش من لوازم الحمل انها لازم تفطر. لا، واحنا الحمد لله رب العالمين، انا واحد من الناس زوجتي وهي كانت حامل كانت بتصوم، وبالعكس كانت بتشعر بقوة وبنشاط وكذا وكذا. في اخرى بتصوم تلاقيها عمال يغمى عليها وديها تتفتعش وشفايفها تجف وتبقى حالتها حال، فهي بحسب حالة المرأة الحامل. ففي واحدة بسم الله ما شاء الله بسكويت تبقى تتفك من بعضيها، في واحد عندها بسم الله ما شاء الله عايز تهد حيطة وهي صايمة وهي حامل برضه. فوالله يعني بنشوف بعض النساء بتبقى حامل مش قادرة تقوم، اه والله نايمة على طول مش قادرة تقوم، وفي بعض النساء تبقى حامل تلاقيها نازلة رصة مش عارف كم حلة فوق دماغها وشايلة ايه على ايدها وماشية في الشارع بسم الله ما شاء الله ربنا يديها الصحة، ولكن في حال ولا تبني، ده بيتوقف على حال المرأة، ما هياش ما دام حملت يبقى لازم تفطر، لا ده بيتوقف على حالها، تستطيع تقوى على الحمل على الصيام مع الحمل يبقى بتصوم، ولا رخصة لها ولا رخصة لها، لا تقوى فليها رخصة الإفطار ولها عدة من أيام أخرى. بيقول هل تصوم المرأة المرضعة؟ آه ما تصومش ليه؟ وأنا اتكلمت مع بعض المتخصصين في هذا، قالوا ان صيام المرأة والله لا يؤثر على كونها بترضع الا في حالات معينة لما بتكون هي امرأة ضعيف او لها ظروف خاصة، لكن في الطبيعي والله الصيام ما بيأثر على لبن المرأة، ودي حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى. افطري كويس وتصحري كويس، وبعدين انت بسم الله ما شاء الله في السحور بناكلنا بتاع اردب فول يعني، فهتلاقي عندك تموين كتير ما تقلقيش يعني. فصومي تصومي الا اذا يعني افتيتي من قبل متخصص طبي يعني اني لا انت لا يجوز لك الصيام ماشي، لكن القاعده انه ما فيش قاعده اخواننا في الاسلام، لا حديث ثابت ولا قاعده فقهيه ثابته ان المرضع يجب عليها ان تفطر، مفيش قاعده بتقول كده لا، لكن احنا بندخل حاله الرضاعه دي في حاله الاعذار، لو اقتضى الامر بقت صاحبه عذر، ما اقتضاش الامر صومي مفيش حاجة إن شاء الله، بل بالعكس ده اللبن بينزل له صافي ورايق بعيد عن المكدرات اللي أنت بتاخديها اللي مش عارف فيه وإيه.